واخيرا انفتحت مأكولات القطان. تعالوا خلينا نشوف مطعم القطان من الداخل. اويلي ورأسا راح نشوف القص العراقي قدام العين والريحه مالته تاخذ العقل. حجي شلونك حبيبي الغالي؟ اسلم حجي. شوفوا لي المطعم من الداخل. السلام عليكم. يابا شنو منتظرين؟ تعالوا خلينا نجرب. يلا عندهم اللبن مالتهم قدام العين ولبن اهلنا على قولتنا، وعندهم الزبيب الفريش، وعندهم المشروبات الغازيه فريش. خلينا نجرب اللبن فعلا ما تهنى. تعال يا ابا. شكرا وعاشت ايدك. اوف شلون فلافل احلى شغله بيهم عجبتني هنا. انت تخلي بايدك اللي يعجبك، شنو من المقبلات يعجبك تخلي. عندهم هاي سبايسي ذني، خلينا نجربها. يا اخي انا اول مره طلبت فلافل بس ريحه القصه اخذت عقلي، راح اخذ قصه كيت. تعالوا يا تعال عمو شلونه؟ رحمه الوالدك ما تعطيني قص لحم وقص دجاج؟ برجر همين انطيني وحده، وصايد همين انطيني وحده. طلبت برجر، سعر البرجر هنا ب 3000 ونص، واللحم مالتها عراقي. صايد دجاج السعره ب 3000 ونص فقط. فلافل الجميل سعرها ب 1000 دينار وبصمون حجري او بصمون كهرباء اذا تريد تجيبه. قص اللحم سعره ب 3000 دينار عراقي. قص دجاج السعر اللفه ب 2000 دينار. المقبلات سعر الماعون من 2000 الى 3000 دينار. تعالوا خلي ناكل يلا. هسه ايش راح نجرب؟ راح نجرب نحمص بطحينه. طعم مالها نجرب البيذنجانيه. خلينا نقول بسم الله. طعم البيذنجانيه على اصوله كلش طيب على الاهانه. نقول بسم الله. بيها نوع من الجزر صايره كلش طيبه. فلافل ومزينه بالعنبه يا حبيبي بسم الله. فلافل الطعم مالته كلش طيب لان حاره وعلى برجر حق اللحم. شلونها؟ خلينا نقول بسم الله. دجاج شوفوا ليها شلونها. خليه هنا نقول بسم الله. على قص اللحم يا حبيبي شوفوا ليها شلونها. نقول بسم الله. خلينا نجي على قص الدجاج يا حبيبي. انا ايش قد احب قص الدجاج. بسم الله. عنوان مأكولات القبطان أبد ميتية، محافظة كركوك، قرية بغداد، مقابل مجمع عائلتي. مأكولات القبطان.